بمقر الأكاديمية العسكرية لشرشال أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم تخرج الدفعة 52 للطلبة الضباط العاملين من التكوين الأساسي والدفعة 14 للتكوين العسكري المشترك القاعدي وكذا الدفعة 5 لضباط دورة الماستر. لقد قطع الجيش الوطني الشعبي أشواط معتبرة على درب العصرنة والتطوير والاحترافية، وقد كان ذلك ثمرة للجهود المضنية المبذولة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات بما فيها مجال التكوين الذي نوليه اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة. ومن معالم هذه العناية التطور الملحوظ لنوعية تكوين الطلبة في مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي على وجه العموم وفي الأكاديمية العسكرية لشرشال على وجه الخصوص. أيها المتخرجون، ها قد انطوت صفحة من صفحات مسيرتكم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقكم على الدوام، لحظة ودعتم فيها محطة دراسية هامة كان عنوانها التحدي والإصرار لتحصدوا ثمرة جهدكم وترفعوا قبعات الاحترام لإطاراتكم وأساتذتكم الذين يرافقونكم اليوم ويشاركونكم فرحة التخرج. تخرج الدفعات الثلاث التي حملت اسم المجاهد المرحوم الفريق محمد العماري شهد تقليد الرتب وتسليم شهادات للمتفوقين السبعة الأوائل. طالب فات عامل طالب معمم تخصص إلكتروني. إنه لشرف وفخر كبير أن أتقلد رتبة ملازم نجمة الشرف والبطولة، كما أشكر كل من والدي الذين ساندوني في هذا المشوار. من دواعي الفخر والاعتزاز أن أعلق اليوم في مثل هذه المناسبة، مناسبة تخرج الدفعة 52 للأكاديمية العسكرية بشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، كما أتقدم بكل الشكر والعرفان لقيادة هذه الأكاديمية وكل الإطارات والأساتذة الذين صهروا على تنظيم هذا الحفل وهذا الموسم الدراسي بنجاح. خلال تكوينهم العسكري من مبادئ القتال الفردي، الحفل تخللته عدة استعراضات لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أبانت على تكوين عسكري عالي واحترافية كبيرة وإرادة قوية للدفاع والتضحية في الذود عن حمى الوطن.